الذكرى 16 لانطلاق المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، عطى انطلاق صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله وإياده في 18 ماي 2005. هذه الذكرى هذه تتصادف تضامن التآزر المغربي والالتفاف ديال المكونات الشعب المغربي حول صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله لاجل الخروج من جائحه كورونا باقل الخسائر. الحمد لله يمكن حنا في المغرب قدرنا اننا هذه الجائحه هذه نلقاوها واحد الفرصه لاجل تحسين المؤشرات، خصوصا مؤشرات التعليم، بحيث ان تضافر الجهود ديال الجميع قدرات اننا نحققوا واحد قفزه نوعيه في التدخلات ديالنا. بطبيعه الحال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه دائما حاضره لتعزيز ودعم وتنميه مؤشرات التنميه البشريه، خصوصا بالنسبه الخاصه بقطاع التعليم. اليوم وقفنا على الانجازات ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، بحيث ان في المرحله الثالثه قدرت المبادره الوطنيه للتنميه البشريه تحقق وانجاز ديال 108 ديال المشاريع ما بين 2019 و2020. هذه المشاريع اللي همت في 60% منها قطاع ديال التعليم، وبطبيعه الحال هذا قطاع التعليم اللي حظى بالعنايه الكبرى. هذه العنايه هذه اللي تخصصت اولا للنقل المدرسي للدعم المدرسي، ونشير هنا بان تم اطلاق مشروع الدعم المدرسي لفائده التلاميذ المتعثرين بالمستويات الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه بالمستوى الابتدائي بالوسط القروي بسبعه ديال الجماعات اللي هما 602 ديال التلاميذ اللي غادي يتم المواكبه ديالهم والدعم ديالهم ليس فقط على المستوى البيداغوجي والدراسي ولكن كذلك على المستوى النفسي والصحي، بحيث انه غادي نشوفوا هذا الدعم هذا باش يحقق لنا واحد النتائج ايجابيه لهاد التلاميذ باش يلتحقوا حتى هما بالركب ويكونوا حتى هما كذلك مواطنين يقدموا الكثير للتنميه ديال البلاد. في اطار مواكبه الاشخاص المسنين تمت برمجه بناء واحد المركز هنا في جامعه كندر سيدي خيار بغلاف مالي حوالي ديال 9 مليون ديال الدرهم للمده الانجاز ديالو حوالي 18 شهر، والان نسبه الانجاز تبلغ حوالي 60%. هذا المركز يحتوي على واحد العديد التجهيزات الاساسيه بما فيها مركز الايواء ديال المسنين، بما فيها المطبخ، بما فيها واحد المركز ديال متعدد الاختصاصات، بما فيها مرافق اخرى. كذلك هذا المركز يحتوي على واحد المساحه الاجماليه، او نقول بان المساحه الاجماليه المخصصه لهذا المركز حوالي 5 هكتارات، كما ان المساحه المبنيه حوالي 2000 متر مربع. وعلاش خدينا هاد 5000 متر مربع 5 هكتارات؟ على اساس انه باش هاد الناس هادو اللي غادي يكونوا ساكنين في هاد المركز راه ما خصهمش غير ياكلوا وينعسوا وكمصا، بغيناهم يديروا انشطه فلاحيه. داكشي باش فكرنا بانه موازاه مع هاد السكنه ديال هاد الناس هادو والايواء ديالهم غنديروا انشطه فلاحيه مضره للدخل. داكشي باش خدينا هاد 5 هكتارات ان شاء الله. وكما كما انه التجهيزات الاساسيه يعني بما فيها المرافق ديال الطاقه الشمسيه، بما فيها يعني واحد العدد ديال التجهيزات الاساسيه حاولنا حتى هي باش نفكروا فيها باش دار من بعد باش نقصوا من 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 لي شارج ديال هاد الناس هادو. وكان وهذا المركز ربما يعد يعني الوحيد على صعيد الجهه ان شاء الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.